ليعلم أن هناك جمادات وصفها الله عز وجل بالكرم. الله عز وجل وصف العرش بأنه كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال ابن كثير رحمه الله قال وصفه كما في التفسير، قال وصفه بأنه كريم لأنه حسن المنظر. وصف العرش بأنه كريم لأنه حسن المنظر، كما قال عز وجل عن النبت فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وصف النبات بأنه كريم لما يودع فيه، وليس لأن النبات هو الذي يأتي بالكرم، لا، وإنما بما أودعه الله. ولذلك قال عز وجل عن أهل النار وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال سعيد بن المسيب كما قال ذلك القرطبي رحمه الله، قال لأنه لا خير فيه، قال لأن ظل أهل النار لا خير فيه، فدل هذا على أن ما أودع الله عز وجل فيه من خير فإنه يسمى أو يوصف بأنه كريم. حتى وصف الله عز وجل كتاب سليمان لما قالت تلك المرأة ألقي إلي كتاب كريم، كريم مع أنه كتاب، إما لأنه ابتدأ بقول بسم الله، أو لأن هذا الكتاب أتى من عظيم وهو سليمان، أو أنه كريم باعتبار حسن الأسلوب من سليمان لما دعا تلك المرأة. لفظة كريم في اللغة العربية على وزن فعيل، ووزن فعيل تأتي بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، ويتضح هذا بالأمثلة. مثال ذلك ما كان على وزن فعيل باسم المفعول جريح، جريح على وزن فعيل، قتيل على وزن فعيل. إذا قلت هذا رجل جريح معناه مجروح، باسم المفعول قتيل هذا مقتول، ذبيح مذبوح. ويأتي فعيل على اسم الفاعل أليم على وزن فعيل بمعنى مؤلم، فالحريق يعني محرق.